تصوروا ان احنا في مصر ايضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا، أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد إن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعهدات اللي إحنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفريقيا. إذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبة، هتعمل إيه؟ إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل. وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، إحنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ أموال بالقيمة ديت طبقا للتعهدات اللي تمت.